المدينة ونفتخر بهذا الجمهور ونفتخر بهذا التنظيم في مقابلة تعكس الصورة الحضارية. شوف ماذا يصنعه الطنجيون، شوف ماذا يصنعه الطنجيون في الفراج الأيمن، يعني صور تبعت على الدهشة، تبعت على الإعجاز، تبعت على قشعريرة الأجساد والأبدان فيما التعبير، كيف ما حاولت أن أعبر، لن أفي هذا الجمهور، لن أفي حقه. هذه صورة طنجين، هذه صورة الشماليين، هذه صورة مناصر كرة القدم المغربية. صورة أخرى، صورة أخرى تعطى عن الوطن، امرح يا وطن، اسعد يا وطن بهذا الذي يخلقه الأنصار.